جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إن والدته أنجبت عددا من الأولاد والبنات، لكن عند الولادة الأخيرة نصحها الأطباء بعدم تكرار الحمل لأن حالتها الصحية لا تتحمل أكثر مما تحملت. ما هو توجيهكم؟ يحفظكم الله. إذا قرر جماعة من الأطباء تحصل بهم الثقة أنها لا تستطيع الحمل وأن في الحمل خطرا عليها، فإنها لها أن تأخذ ما يمنع الحمل في هذه الحالة، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما ما دام أن الأمور مستقيمة ولم يتقرر لدى الأطباء خطورة الحمل عليها، وإنما هو شيء متخوف ومشكوك فيه، فهذا لا يسوغ منع الحمل. نعم.